بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اتكلمنا في المحاضرة اللي فاتت عن السيرف ستنشن، وعرفنا إن السيرف ستنشن عبارة عن ظاهرة بتخلي المية دي تشتغل كأنها ميمبرين، ماشي، بسبب فرق الضغط. النهاردة هنتكلم عن الكابيلاري أو الكابيلاريتي اللي هي الخاصية الشعرية. إيه تعريف الكابيلاريتي؟ It is rise of water in very small diameter. عندي very small diameter اهيت، المايه بتطلع فيها. When immersed in a tank of water above the water surface of the tank to a certain height due to a surface tension. يعني اللي بيخلي المايه تطلع لفوق هنا هو الشد السطحي. الشد السطحي هنا كان موجود بالشكل دوت، لما بنحطه هنا بيشد المايه كده، بيشد يشدها كده لحد ما بتوصل لارتفاع. الارتفاع دوت ما بتقدرش الشد السيرفيس تنشن ده يقدر يقاومه او يقدر يشده، فبتقف عندها المية عندنا. فبنقول ايه؟ The force that pull up water into the tube above the free surface is called، اسمها الايه؟ الكابيلاري فورس. يبقى هي الكابيلاري فورس اللي يعني ايه القوة اللي بتسحب المية لفوق دي، اسمها الكابيلاري فورس. والهايت اوف ووتر كولوم ذاتس دراون up or retain is called، اسمه الكابيلاري مين هيد، او الارتفاع ده اسمه الكابيلاري مين هيد، او الضاغط الايه الشعري. طيب ادي المايه بتاعتي، حطيت هنا انبوبه شعريه دايمتر دي، وفي عندي حوض من المايه، فالمايه بتطلع زي ما انت شايف لاقصى ارتفاع اسمه مين اتش سي. عشان نطلع العلاقات لازم تخلي بالك، شايف نقطه واحد ديت ونقطة اتنين ديت عندها الايكوال بريشر اللي هو الاتموسفيريك بريشر. طيب ليه؟ عشان هم على نفس المستوى، معروف على مستوى نفس مستوى سطح الارض دوت بيبقى الضغط ماله متساوي، الضغط متساوي. طب ما فيش مشكلة، لكن لو نطلع لنقطة تلاتة هنا بقى ايه اللي بيحصل؟ اللي هي تحت الايه المنتكاس ديت اللي هي اللي بيسموها الشكل الهلالي دوت، ها؟ في مشكلة ان الضغط هنا ماله higher than point 2، يعني الضغط عند نقطة 3 أكبر من ضغط نقطة مين؟ 2. هو ده في فرق الضغط، واحنا اتفقنا طالما في فرق في الضغط، في فرق في الضغط فبيحصل إيه؟ السيرفيس تنشن. فعشان كده الدلتا بي بتساوي مين؟ اتش سي في مين؟ في جاما ووتر. طب وأنت لسه أثبتنا في المحاضرة اللي فاتت إن دلتا بي بتساوي 4 تي على الدي، يبقى بتساوي اتش سي في جاما ووتر اللي أنت لسه جايبها من هنا. يبقى الـ HC بتساوي ايه؟ او الارتفاع بقى، ما انا عايز اعرف المية هتطلع لحد فين؟ هل هتطلع لما لا نهاية؟ لا طبعا مش هتطلع لما لا نهاية. فعشان كده عايز اعرف الارتفاع بتاع الـ HC ده قد ايه؟ عبارة عن 4T على جاما ووتر في مين؟ في الدي. ممكن طريقة تانية تثبت بيها برضك القانون دوت، ان انت تقول ايه؟ تقول انا عندي والله في فورس هنا، اهي الفورس اللي هي التي بتاعتي، وابتدي احللها لقوة كده وقوة كده، اللي هي التي كوزاين الفا وتي ساين مين الفا، واقول له ان وزن الميه عباره عن باي دي سكوير على 4 في اتش سي في جاما ووتر، ده وزن شويه الميه اللي هنا. طب وقوه الشد اهي تي في مين؟ في باي في دي في كوزاين مين؟ الفا. يبقى الاتش سي عباره عن مين؟ 4 تي في كوزاين الفا على دي في جاما ليكويد، ودي تعتبر معادله عامه لاي ليكويد، يعني مش لازم ميه. لكن بالنسبه للميه الالفا ديت بناخدها ان هي بتساوي صفر، والجاما بتاعت الليكويد بناخدها بكام؟ بناخدها ب 9 و807 في 10 اس 2 كيلو نيوتن على متر مكعب. ومعروف برضك ان التي اللي قلناها المره اللي فاتت اللي هي 75 داين على السنتي. يبقى لما تيجي تعوض للميه ارتفاع الميه بيساوي ايه في الاخر؟ بتساوي 0.306 على الدي بالسنتي والاتش سي بالسنتي، وده الارتفاع الخاص بالايه الانبوبه الشعريه. طب ايه علاقته ده بالسويل؟ السويل نفس الكلام، في نظريتين ممكن او قانونين ممكن نطلع بيهم. لو انا عندي السويل اهيت، الحبيبات ما بينها بتتخيلها ان هي مالها ان هي انبوبه. طب ماشي، ما انت عندك القانون اهو لسه بتقوله اللي هو 0.306 على الدي، فين قطر الانبوبه هنا؟ يعني فين قطر الانبوبه؟ ففي ناس قالت ممكن تاخد قطر الانبوبه دوت عباره عن 5 دي 10 اللي هو الافكتيف دايمتر اللي احنا جبناه من مين لو حد تفتكر في الجرين سايز ديستريبيوشن. ناخد من هنا تطلع كده ونطلع عند مين؟ عند ال 10% وتخش كده تنزل تجيب الدي مين؟ 10. يبقى في الحاله دي اقدر اجيب الايه الدي اللي هي بتساوي 5 دي 10 واطلع الاتش سي. او ممكن نقول ان هي بتساوي سي على الاي في دي 10، بس دي 10 تبقى بالسنتي هنا. هنا الاي بتاعتي ديت عباره عن الفويد ريشيو بتاعت الايه السويل.
فطبعا صعب جدا ان احنا نتخيل. طبعا هي الانبوبه بتبقى كده عدله في الايه في الفيزيكس، لكن بالنسبه للسويل الانبوبه مش انبوبه معتدله. ليه؟ في فويدز الريجولر شيب والسايز، عشان كده مش هتبقى مظبوطه، ممكن ما تبقاش راسيه. فدي سبب ان احنا صعب ان احنا نجيبها بالكابيلاريتي في السويل. لكن لو استخدمنا القانون ده، القانون ده بيطلع لي قيم تقريبيه مظبوطه للايه السويل. شكرا.